السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نخيطوا فوطه ديال الحمام بلاستيك، وغادي تشوفوا معايا كيفاش خيطها. طريقه سهله وبسيطه بزاف. غادي نحتاجوا الفوطه، ونحتاجوا لاستيك يكون العرض ديالو 3 ديال سنتيم او الاقل، يعني ممكن نديروا 2.5. وغادي نحتاجوا لي دونتيل باش غادي نزوقوها. هنايا كي كتشوفوا معايا حطيت بي في الكحل، وحطيت هاد الدونتيل وهاد لي بونبون حتى نشوف انا شنو في الاخر غادي، يعني شنو غادي يجي معاها اكثر. وهاد الفوطه العرض ديالها متر ونص، انا قطعت 85 سنتيم. ممكن ديروا اكثر من 85 سنتيم، يعني الطول اللي بغيتو. صافي، من جهه الرجلين خديتو تنيتو ودرت ليه لوغلي وخيطتو. ودابا غادي ندوزو للحاشيه اولا الجناب ديال الفوطه. غادي ندوزو للجهه اللي غادي نديرو فيها الدونتيل اولا لي بونبون اولا البيي، على حساب داكشي اللي متوفر عندكم. غادي نحطو الدونتيل الوجه ديالو على الوجه ديال الفوطه بهاد الطريقه هذه، وغادي نثبتوه بالفنيتات وغادي ندوزو عليه الخياطه. كيف كتشوفوا هنا، بعد ما خيطته سرجت لي الحاشيه ديالو باش ما يبقاوش يتنسلوا لي دوك الخيوط نتاع الفوطه. وغادي نتني طونطيل لداخل، هذا هو الوجه ديال الفوطه. وغادي ندوز خياطه فوق الفوطه على نص سنتيم اللي غادي تشد لينا الدونتيل وتشد لينا الفوطه في نفس الوقت. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي مفينيه من الداخل ومن على برا. غادي نحصلوا على هذه النتيجه. كيف كتشوفوا الجهه ديال الرجلين دوزت لها لوغلي، والجوانب ديالها واحد غادي يكون فيه دونتيل او لبي او اللي بغيتو، والطرف الاخر غادي ندوز ليه حتى هو لوغلي. ودابا غادي ندوزو للجهه ديال الصدر اللي غادي نركبو فيها لاستيك. غادي نتني الفوطه على هذا الشكل هذا على 5 ديال السنتيم او اللي على العرض اللي عندي ديال لاستيك. وبطبيعه الحال حنا الحاشيه او لو بوغ ديال الفوطه راه سرجينا باش ما يتنسلش لينا هذاك الخيوط ديالها. وغنبقاو مستمرين هكا كنتنيو على مقاس واحد وكنشدو بالفنيتات. وكندوزو الخياطه على لوبور ديال هذيك التنيه. بطبيعة الحال الجناب راه خاويين، خليناهم مفتوحين ملي غادي ندوزو لاستيك. كان
نحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. دابا غادي باش نعرفوا المقاس اللي غادي خصنا ديال لاستيك، كناخذوا عبارنا كل وحده والعبار ديالها لاستيك، كندوروا على الدوره ديال الصدر ديالنا بهذه الطريقه هذه، وملي كناخذوا ما يكونش مزير ما يكونش مرخي، وهذاك المقاس اللي كنلقاوه هو اللي غادي خصنا. وغادي ندوزو لاستيك ديالنا، وبطبيعه الحال القطعه ديال لاستيك اللي عندنا صغر من هذيك المسافه اللي عندنا ديال الفوطه. منين غادي نكونوا كندوزو لاستيك نشدو الطرف ديالو بواحد الفنيته، ونبقاو غاديين جارينو حتى نوصلوه للطرف الاخر، ونعاودو نشدوه بالفنيته. عاد ديك الساعات غادي نقبطو اطراف الجوجين اللي كنشدوهم بخياطه، كنطرقوهم بخياطه، ومنها كنسدو هذوك الجوانب. وهنا نزيد ما ذكرت لكم السكراتش اللي غادي يشد لنا الفوطه ديالنا في الاطراف. غادي نقطعوا قطعه ديال السكراتش 7 ديال السنتيم او 8 سنتيم، وغادي نخيطوها في الاطراف ديال الفوطه. وتبقى التزيين ديال الفوطه على حسب الاختيار ديالكم. انا هنا خديت البيي في الكحل، خيطتو تنيتو على جوج وخيطتو، وصابت منه هذا البابيون هكا سامبل، وخيطتها بالبراو الخيط. بالنسبه للفوطه ديال الشعر درت لها طونطي حتى هي بحال الشكل اللي درت في الفوطه، والطريقه ديالها غتلقاوها في القناه، غنخلي لكم الرابط. الفيديو ديال اليوم سهلة، كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه، وجاتكم هذه الطريقه ديال الفوطات الحمام سهله. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم، ودائما مع حويجات ديال الصيف،
وكنتمنى لكم عطلة سعيدة.